السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين شاهدنا وين حافظ الراجي، يعني وين يتهم جهة بإجهاض، يعني مرحلة إصلاح وإعادة ترميم كرة القدم الجزائرية، واتهم معلق الرياضي شبكة قنوات بي ان سبور حفيظ الراجي الجهة لم يسميها بإجهاض مرحلة إصلاح وإعادة ترميم كرة القدم الجزائرية. ناس حفيظ الراجي دروك كيتكلم يعني بعد ما وقفوا يعني أمام في طريق السيد الحاج، والحاج بدروحه حنا شكنا نقولوا عرض دروك يقول لك بلي هذا زبزاف ما كان والو. هما كانوا يقول لك لازم زبزاف كيما ذاك المخنث زبزاف ها زبزاف تاعكم ليكون في علمك يا المخنث بولحيا، باش يكون في علمك توليت انت تهدر المولا ميصد اللي شغال يقولوا لك، واللي تهدر على الحاج واللي تهدر على البولا، باش يكون في علمك يا المخنث بان الحاج محمد راوراوا والله وما يوقفش. والله نقولها لك ونعاود لك، والله وما يوقفش مع جمال بالماضي، يعني في لجنه التحكيم مش يوقف معاه ناس تليفون برك، والله العظيم الى نهضوا عليه قانونيا اللي بايروا يسقسي يزيد وهيب كيفاش القانون كيفاش داير. والله لا نهضوا عليه بستة تعليمات نورمال، ستة تعليمات هاي انت اش عندك من الماتش، ستة تعليمات شنو في اوفيسيال ولا نهضوا عليه من 10 تعليمات ولا اروح انت وسلكه. والله ما يوقفش مع اهل الحاج، باش يكون على بالك الا ما على بالك باللي اتصالات بالحاج غير باش باش يعطوه عقوبه ماليه، يعطوه يعني غرامه ماليه، هذه باش ندخلك مليح في راسك، باش تدخلكم مليح كاع نتوما كيما درتو لي راه مهيشركم لي باش تتامنوا. قال لكم بلي حنا بعنا الاوهام والناس باعوا البارتيه للكاميرون، شكون هما؟ عطيت شو ادله ولا مستو غير تهضروا؟ مستو غير تكذبوا؟ باش تقعدوا تكذبوا؟ عطي ادله. انا دروك نقول لك بلي هات الادله، انا كي راني نهضر لك على الاديداس كاين الادله، عندنا ادله، عندي حتى ريجيس كوميرس تاع لي داير اديداس كيفاش يخدموا مع اديداس، عندي ريجيس كوميرس تاعه تاع السيد الى ما على بالكش يا ابو خنسه، ريجيس كوميرس وعندي انا عندي كلش كاين، كي نهضروا نهضروا من الادله وندسهم لليوم الموعود. طاحوا عندنا خلينهم وإذا راهم يجيبوني أنا لازم تشكو بهذا اللي يديروا تربه غادي. الراجل شو غي يتمنى لخوه الحبس مشي راجل كاع بالنسبة ليا، كامشي بنادم ويما يتبعوا زعما واحد يكون كونتري كيما خطرة ماجر قال لهم كاين واحد في الجزائر في الجهة الغربية في مستغالي راهي طايحة يكذب منا منو، خرجوا كاع ذوك الكلاب تاعهم. لاق ماجر يطيح على الشوبير اللي قبلنا خطرة فانيك على بالماضي، اللي يدخل للحبس واللي قبلنا وعاير العائلة تاع بالماضي وعاير منا احبابي وخوتي ومنا عاير العائلة تاع بالماضي. شوبير خازن في دارهم، شوبير ما راهش يدير شكون يقول لك، كيما كتب له خويا واحد قال له كوما جيت عارف نأمنك، واحد كاتب واحد يدير فيديو قال لهم لازم الأعين في عين تادس، لازم الكبار وهذو الأعين لازم هذا ما يقعدش تادس. قال له من عشو بغى ينسى كيما سيت لك يا وعد القلب. قال له شوبير مشى يخرج من دارو
كي بعشيت لقي واحد القل يقول وقال له لازم الاعين في عيت لازم لا يطردوه. سبع بيها تاع في عشو ما يطرده بين الشهر. كي راك غلط يا ودي راك غلط. واتهم المعلق الرياضي بشبكة قنوات بي سبور حافظ الراجي جهة لم يسميها بإجهاض مرحلة إصلاح وإعادة ترميم كرة القدم. لازم لنا رجال خالص. التصريحات اللي داروا من المدرب ما همش ملاح. كوفيترا مكلف بالإعلام كوفيتريت مشي جاي مخلوع هذه هي. ودعا الراجي الجهة التي لم يذكر إلى يذكرها أن تتحمل مسؤوليتها الإنعكاسات والتدعيات على المنتخب والكره الجزائريه مستقبلا. خاطر انا كنا نقول لكم باللي على بالك تصريحات وصوالح واش صرا واش داروا واش منا على بالك كاع ماشي مليحه الجزائر ماشي مليحه كره القدم الجزائر. وانا قلتها لكم قلت لكم هادو العاهرات تاع اليوتيوب اللي حاطين المؤخره تاعهم في اوروبا يعني ويقيسوا هنا ولاو يعايروا يعني ماشي بيهم باش غايدتهم الجزائر. خاطش هادو استغلوا اقصاء الجزائر. هادو ناس هادو العاهرات تاع اليوتيوب استغلوا اقصاء الجزائر ولاو يضربوا في الجزائر ديريكت. على قلت لكم باللي العصابه الخطيره راهي في كره القدم وكونوا كلاب يعني شرسه. هاكا تشوف مي كنا نقولوا يا ودي نعلو الشيطان يا ودي حنا تاليمينينا صايب ولا يقول لك هادو جاليه كاميرونيه جاليه كاميرونيه هنا باعوها شكون وين هيا خرجوا لنا تشوت على الجاليه الكاميرونيه يا ولد الكلاب. حنا نكرهوا بلادنا يا ولد الحمير. ولا يقول لك اعداء نتوما هما الاعداء الحقيقيين وكاع راكم فيشين عند لاباب تحت كرعين داك لي كاشي. قال لك الخبر يجيبوه التواله او تي فوار يا ولد الحرام تي بابور يا ولاد الحرام. هذاك بو كلبه هذاك بو لحيه واللي باطار تاوع يا ودي سقسو مشاكره اللي يدخل الجزائر. سقسو قولوا مشاكره يدخل الجزائر. الخبر يجيبوه توالا عقلوا عليها مليح واش بغيتو ديروا وتنوضوا فوضى في الجزائر يا ولاد الحمير. تبيعوا الجزائر بحبه كابريز يا ولاد الكلاب. ويوفق لمصادر ذاتها فسبب اعتراض يعني وين في سياق متصل كشف موقع العربي ان الناخب الوطني كان وراء يعني تخلي الحاج محمد روروة عن فكره الترشح لرئاسه الاتحاد الجزائري لكره القدم. ووفق مصادر ذاتها فان سبب اعتراض هذا المدرب على الحاج راجع الى التفكير الاخير في اعاده هيكله الاتحاد وترشيد النفقات وعلى راسها مراجعه راتب الضخم للمدرب البالغ 278 الف يورو شهريا. ويذكر ان الناخب سبق وان نفى معلومات متداوله بخصوص تدخله في مصير انتخابات المرتقبه لرئاسه الفاب اللي كانت يعني رانا نعاود نقول لكم كيفاش حافظ الراجي كيفاش تكلم وينب ان شو كيفاش كانوا يدعموا في راخوك سموه في زبزاف ومن بعد داروا على زبزاف ومن بعد ما كاش حاجه جديده ما عندهمش ما كاش شو كيفاش في الاخير شكون الخاسر يعني خاسر المنتخب الوطني الجزائري. وين قال لك ما صادت وين كشفت سبب اعتراض بالماضي عن عوده الحاج محمد روروة الاتحادية الجزائرية. شوف كيفاش ماشي سهلة. شوف كيفاش شوف اليوم الحاج محمد روروة يشوف لكم باش ما يعاقبوش المدرب تاعكم. تقعدوا تتغناو باش تقعدوا تتغناو باش يبقى لكم شي غنى. يا اللي استغليتو اقصاء الجزائري وهاد الكلاب ما عندكمش ذره تاع رجله فيكم ما عندكمش ذره تاع رجله مكاش. استغليتو كلش باش تضربوا الجزائر. صح لك نحن لكم بالمرصاد يا هاد الكلاب.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو، وان شاء الله معاكم ديما بجديد. وما فانيك ما تنساوش نمشي مع ابوني.